أهلا بكم. ما أريد أن أفعله في هذا الفيديو هو أن أعطيك على الأقل نظرة عامة ومبسطة على الاحتمالات. الاحتمالات كلمة من الممكن أنك سمعت بها كثيرا، إنك قد تعرف عنها بشكل بسيط، على أمل أن هذا سوف يعطيك بعض التفهم العميق لها. إذا لنقول أنه لدي هنا قطعة نقد عادية. عندما أتحدث عن قطعة نقد عادية، أقصد أنه لديها فرصة متساوية أن تسقط على إحدى الوجهين، أي أن احتمال ظهور الوجهين متساوي لأن وزنها متساوي من الجهتين. عندما أقلبها في الهواء، لا يوجد احتمال أكبر لأي من الوجهين للظهور أكثر من الآخر. احتمال ظهور كل منهما متساوي. لدينا هذه الجهة من العملة، نطلق عليها اسم الوجه. سأحاول رسم وجه، سأفترض أن هذا ربع، والجهة الأخرى نطلق عليها اسم الظهر، هذه الوجه، والجزء الآخر هنا الظهر. ولذلك إذا سألتك ما هو الاحتمال، سأقوم برمي عملة وأريد أن أعرف ما هو احتمال ظهور وجه. سأكتبها هكذا: احتمال ظهور وجه P ل H. واعتمادا على هذا السؤال قد تكون فهمت ما المقصود بالاحتمال. الاحتمال هو عبارة عن طريقة معينة لفهم حادثة معينة، وهذه الحادثة أساسا هي حادثة عشوائية، فنحن لا نعلم أي من وجه أو ظهر العملة سيظهر عندما نرميها، ولكننا نبدأ بوصف فرض ظهور وجه أو ظهر العملة. سنتكلم عن عدة طرق لشرح ذلك. واحدة من الطرق، وهذه هي الطريقة التي تشرح فيها الاحتمالات في الكتب المدرسية، وهي أن تتساءل كم عدد الاحتمالات الممكن حدوثها في هذه التجربة؟ حسناً، كم عدد الاحتمالات الممكن حدوثها في هذه التجربة؟ Number of equally Number of equally likely possibilities. Number of equally likely possibilities. كم عدد الاحتمالات الممكن حدوثها في هذه التجربة؟ أريد الأرقام التي تحقق الحدث المطلوب هنا. حسناً، عدد الاحتمالات التي تحقق الشروط. Number of possibilities. Number of possibilities that meet by condition. في هذه الحادثة أو التجربة، حادثة رمي العملة وظهور وجه العملة، كم عدد الاحتمالات بشكل عام؟ لدينا احتمالين فقط، بافتراض أن العملة لن تسقط على إحدى زواياها، بل ستسقط مباشرة. حسناً، لدينا احتمالين فقط، احتمالين متساويين. سنحصل إما على وجه أو ظهر العملة. وما هو عدد الاحتمالات التي تحقق الشروط؟ وهنا لدينا شرط واحد، وهو ظهور وجه العملة، وسيكون 1/2. وهذه طريقة لحساب احتمال ظهور وجه العملة، وتساوي 1/2. إذا أردت أن أكتبها على شكل نسبة مئوية، كلنا نعلم أن 1/2 تساوي 50%. والآن سأشرحها بطريقة أخرى، وهي طريقة تصور الاحتمالات، والتي ستعطيك نفس النتيجة تماماً إذا كنت ستجري تجربة رمي العملة. حسناً، عندما تتخيل حدوث هذه التجربة، أعلم أنها ليست نوع من التجارب التي اعتدت عليها. قد تعتقد أن التجارب تكون فقط كيميائية أو فيزيائية، ولكن التجربة هي الحادثة التي تحصل عشوائياً. حسناً، واحدة من الطرق لحساب الاحتمال إذا قمت بعمل هذه التجربة عدة مرات،
لو قمت بعملها 1000 مرة أو 1000000 مرة أو 1000000000 مرة أو حتى 1000000000 مرة، وكلما قمنا بعمل التجربة أكثر كان أفضل، ما هي النسبة التي تحقق لي النتيجة التي أريدها؟ كم نسبة ظهور وجه العملة؟ طريقة أخرى، احتمال 50% للحصول على وجه العملة هي عندما أقوم بعمل هذه التجربة مرات عديدة. حتى لو قمت بعمل هذه التجربة إلى الأبد أو حتى عدد لا نهائي من المرات، ما هي نسبة ظهور الوجه؟ ستكون النسبة 50%، ويمكنك أن تقوم بالتجربة بنفسك. قم برمي العملة، حتما ستستمتع. أنصحك بعمل التجربة إذا أخذت 100 أو 200 عملة، قم بوضعها في صندوق كبير وحرك الصندوق كأنك تقوم بعمل تجربة رمي العملة باستخدام عدد كبير من العملات، ثم قم بعد المرات التي ظهر فيها وجه العملة، وستستنتج أنه كلما قمت بعمل التجربة أكثر، كلما اقتربت من الحصول على نسبة قريبة من 50%. ولكن قد يوجد حالات، حتى لو قمت بإجراء التجربة 1000000 مرة، يوجد احتمال صغير جدا أن يظهر ظهر العملة في جميع العملات في الصندوق، ولكن كلما أجريت التجربة أكثر ستلاحظ أنك تقترب أكثر إلى أن تحصل على نسبة 50% منها لظهور وجه العملة. والآن دعونا نطبق نفس الفكرة، وبما أننا بدأنا بدراسة الاحتمالات، هذه هي الفكرة الأساسية للاحتمالات، وهي شيء من السهل أن تتصوره، ويساعد في ذلك إجراء التجربة عدة مرات. والنسبة التي تحصل عليها في تلك التجارب هي التي ستجاوب على سؤالك. مثلا في هذه الحالة كان المطلوب احتمال ظهور وجه العملة. والآن دعونا نأخذ مثال آخر، وهو مثال شائع عندما تكون في بداية تعلمك للاحتمالات، وهو رمي النرد. هذا هو النرد، وبالطبع كما تعلم لدينا عدة أوجه للنرد. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه الثاني، وهذا الوجه الثالث. والآن كما تعلمون سأقوم بافتراض أن هناك 6 احتمالات متساوية حينما تقوم برمي قطعة النرد. هناك احتمالية أن تحصل على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 بالتساوي. إذا سألتك ما هو الاحتمال، ما هو الاحتمال عند إجراء تجربة رمي النرد عندما يكون احتمال الحصول على أي من الأوجه الستة متساوي؟ ما هو احتمال الحصول على 1؟ حسنا، ما هو عدد الاحتمالات الممكنة؟ لدي 6 احتمالات ممكنة، وكم عدد الاحتمالات التي تحقق الشروط؟ واحد فقط منها يحقق الشروط هنا. لدي احتمال 1 تقسيم 6 للحصول على 1. إذن ما هو احتمال الحصول على 1 أو 6؟ ما هو احتمال الحصول على 1 أو 6؟ مرة أخرى، يوجد 6 احتمالات يمكن الحصول عليها. يوجد 6 احتمالات يمكن الحصول عليها، ويوجد احتمالين يحققان الشرط، قد أحصل على 1 أو قد أحصل على 6. لدي احتمالين يحققان الشرط. إذن لدي احتمالين يحققان الشرط، احتمال الحصول على 1 أو 6 يساوي 1 تقسيم 3. الآن ما هو احتمال؟ قد يكون السؤال سخيف، ولكن لكي تفهم أكثر سأسأل ما هو احتمال الحصول على 2 و3؟ ما هو احتمال الحصول على 2 و3؟ وهنا سأرمي قطعة النرد مرة واحدة فقط. حسنا، في أي مرة أرمي النرد أحصل على إما 2 أو 3؟ وهنا لا أقصد رمي النرد مرتين والحصول على 2 و3. في هذه الحالة لدي 6 احتمالات، ولا يوجد ضمن هذه الاحتمالات 2 و3 معا، لا يوجد 2 و3 معا في تجربة واحدة، لا يمكن الحصول على 2 و3 في نفس التجربة.
لا يمكن الحصول على 2 و3 في نفس الوقت، مستحيل الحدوث في نفس التجربة، لذلك احتمال ذلك هو 0. في حالة رمي النرد العادية لا يمكن الحصول على 2 و3 معا، لا أريدكم أن تفكروا بها كثيرا لأنها مستحيلة الحدوث. إذا لنلغي هذه العبارة. الآن ما هو احتمال الحصول على عدد زوجي؟ ما هو احتمال الحصول على عدد زوجي؟ إذن مرة أخرى لدينا 6 احتمالات متساوية حينما أرمي النرد، وأي من هذه الاحتمالات تحقق الشروط؟ شرط أن يكون العدد زوجي. حسنا، 2 عدد زوجي، 4 عدد زوجي، و6 عدد زوجي. إذن 3 من الاحتمالات تحقق الشرط وهو أن يكون العدد زوجي. إذن لدي احتمال يساوي 1 تقسيم 2 للحصول على عدد زوجي. إلى اللقاء.